وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا، ورح نختم مع فقرة خاصة بالموضة ومعرض ديزاينرز ويك، اللي هو معرض رح تستقبله بيروت للسنة الخامسة على التوالي، وهو بيضم مجموعة من المصممين وأحدث ابتكاراتهم وأيضا نشاطات متعددة. رح نعرف تفاصيل أكثر مع المصممات ديالا إدريس، جوانا مأيد، ورولا نحاس مجعس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. ميرسي. ديالا رح بلش معك. أول شيء خبرينا شوي عن ديزاينرز ويك، يعني خاصة إنه هلا خامس سنة عم بيتم، وهذا أكيد دليل نجاح. بالضبط، ديزاينرز ويك هو opportunity لكل الديزاينرز إنهم يعرضوا البرودكتس بطريقة كتير حلوة بأورجنايزيشن كتير مع جاتا إيفنتس. دائما هن بيعرفوا كيف ينظموا، ونحن دائما تراست إن ذيم وقت بنشترك معهم، يعني وين ما بيكونوا نحن بنكون معهم نحن ومرتاحين. هي انطلاقتنا نحن كانت معهم، نعم، وكبرنا معهم واستمرينا، وكل ما الشيء عم يكبر اكثر. وكان في قبيل كثير وبوزيتيف رياكشن من العالم. اكيد. حلو. جوانا، انت وديالا عم بتشاركوا من خلال البراند الخاصه فيكم، شو يلي بيميزكم بعالم نحن الحقيقه يعني بلشنا هلا بالتيشيرتس. اول ما بلشنا التيشيرتس والسويتشيرز، اللي بميزنا انه نحن القطعة تاعتنا بتقدري تلبسيها مثلا صبح، فيكي تلبسيها عشية، اذا لبستي تحتها جينز بتصير كاجوال، وفيكي اذا لبستيها مثلا مساء بالليل بتقدري تلبسيها بديتيلز كتير حلوة وبسيطة، بتميز شغلنا بروح بريشس. رولا، انت تميزتي بكولكشن الاكسسوارز معينة اسمها بي ديفرنت، خبرينا شوي اكتر عنها. بي ديفرنت هي بلشت بديزاينات شوي اوريجينال، يعني مش من اشياء بتشوفيها عادة، هيك كروس سمثينج شوي اوريجينال وديفرنت، وشوي شوي مع الكاستمرز تبعولي ساعدوني اعرف اكثر شو نيد دي. شو بتحسي عم بفتشوا؟ هن اكثر بدهم اشياء بيرسوناليزي، اوكي، يعني كاستمايز، كل شيء كاستمايز، بي ديفرنت، يعني بي ديفرنت اند بي يونيك، لانه عم يلبسوا قطعه نو واي يكون في حدا ثاني لابس مثلها، لانه هيدي القطعه هي بتمثلهم، هي ات ريبريزنتس كيف واحد بس يعمل تاتو ذاتس بيرسونال، نفس الشغله بس بيكونوا عم يلبسوها لهيدي القطعه، سو بتبين اكثر وبتعطي قيمه اكثر لإلهم. سو هون بتستوحي انت من الشخص يلي بتكوني عاده عم تتعاملي انت وياه، بتحاولي تقربي اكثر شيء يمكن للكاركتير تبعوله. اكزاكتلي، انا هيدا اللي بسالهم اياه، يعني بدي اعرف اكثر عن الشخص تقدر صمم الجولري تناسبه او على ذوقه. وهلا الزبونات صاروا اكثر، يعني صرت اذا بدك انعرفت باشياء هالكستمايزيشن اللي عم بعملها، انه بيجوا بيقولوا لي بليز بدي شغله شخص هيك هيك هيك، بليز تعملي لي، خذي الوقت اللي بدك اياه، بس بدي شيء كثير يعني يكون صايب هيدا الشخص. اكزاكتو ما هيدا اللي عم بيصير معي، وحلو لانه بتحسي انه العالم عم بتحب هيدا الشيء، لانه really it touches the soul and the heart, you know, it's like really. طيب رولا، هيدي اول مشاركه لك بمعرض ديزاينرز ويك؟ ديزاينرز ويك ايه، اول مره. شو يلي اضاف لك او اضافت لك هالمشاركه؟ بدها تضيف بعد ما فهمت. هي اكشلي شو متعمله لانه ديزاين. اكزاكتلي، هي ديزاينرز ويك مثل ما عم بيقولوا انه كلنا بنعرف انه خمس سنين اسم الله على نجاح، صح، وانا كنت كمان عم صار لي يعني ثلاث سنين وشوي مبلشه، سو الواحد بده وقت تيعرف حاله وين. يمكن حلو كمان انه تكوني موجوده تحت سقف واحد، اكيد، وهلا لقيت انه اكزاكتلي انا هلا بلاقي حالي انه صار فيي انزل، بتعرفي الواحد بصير عنده، صح، هو كمان ثقة بحاله بشغله انه يقدر يقدم اشياء للعالم بتحبها. يعني بفهم منك رولا انه اول مرة بتشاركي بمعرض؟ مش بمعرض، بس انا شاركت مع جاتا ايفنتس بالزعرور اول شيء كمان، كانت ا جود اكسبيرينس معهم، وهلا رجعت معهم على ال. بتمنى لك كل التوفيق اكيد رولا. طيب ديالا وجوانا محضرين لنا كم قطعة من الكولكشن، اكيد اذا بتحبوا بتتفضلوا معي لحتى نحكي شوي اكثر عن تفاصيلها. مثل ما عم نشوف الالوان فاتحه او ابيض على السمري، مضبوط، فريش، خرجوا الصيفيه اكثر. بالضبط. اوكي، خلينا نبلش نحكي اكثر. اوكي، نحن مثل ما حكينا بلشنا اللاين تبعنا كان عباره عن التيشيرتس، الاشياء الكوتون.
اكيد عم نتطور باشياء اكثر. صار عندنا بليزرز، صار عندنا شيرتس، صار عندنا دريسز. لكن بلشنا بالتي شيرت السيمبل كثير اللي هي التي شيرت لون واحد، ولكن عم نشوف الشغل عليهم. اكيد اكيد. هون شو ضفتي لها؟ هي انه شغل الديتيلز. نحن البراند تبعتنا انشهرت بلاين الفلاورز، بس مع انه اكثر شيء حبوه العالم، بس تطورنا، صرنا ندخل اشياء امبرودري، ماتيريالز مختلفه، لنحقق الموضه كله هاند ميد. كله مشغول باداء التفاصيل، ماتيريالز مجمعه وورلد وايد. جوانا بدنا نقرب لحتى تبين القطعه اكثر. اوكي خلينا ننتقل لغير قطعه، وهيدي التي شيرت فينا نحكي عنها؟ وي اكيد تفضلي. هاي القطعة مثلا نحن مدخلين فيها الجوبير مع الستونز، مع بعض الاشياء هيك اللي بتزيد من حلاوة القطعة. وهي اكيد ما بنرجع بنكرر يعني الموديل واحد، بس في كثير الوان وفي كثير ديتيلز جديدة بنضيفها، مثل ما عم نشوف نفس التي شيرت. اي بس بنحط لها في هون مثلا مع الليزر، مع الليزر كمان، مع الدانتيل، بنجمع كل الاشياء من كل محل، انه شيء حتى يعني القطعه يحبوها العالم. متميزه اكيد. طيب بتحبوا انه الامراه تكون لابسه هالقطعه مثلا على شيء اكثر رسمي، ولا لا فيها تلبسه بمناسبه كاجوال او سبورت؟ فينهم يعني لبسوهم على الجينز بتصير كاجوال فور ذا يعني ديلي، او ايام مثلا في اشياء بلاك هلا مش موجوده مثل انا لابستها، دخلها بايت، دخلها مور ديتيلز اكثر، بتنلبس انه على عشيه، بتنلبس على سهره. هذا يمكن اللي ميزنا نحن، انه شويه باسبارتو اذا فينا نقول، بتلبس بكل مناسبات. اوكي خلينا ننتقل من التي شيرت للبليزر. في هيدي كمان اذا هيك بنحكي كمان، نحن هيدا الديزاين كثير السنه لاقى اعجاب. هي الفلاورز على ان كان على الصدر او على الكمال، كمان كثير الموضة حطينا على الموضة السنة الفلاورز. اي حطيناها على الصدر على الكمام، كثير حبوهم العالم، كثير حلو، وبيعطي كمان تاتش متميزة لتي شيرت سمبل بيضاء. اكيد اكيد. اوكي وكمان عندنا البليزرز، هذا لاين جديد البليزرز. في الشيرتس كمان بندخلهم الماتيريال اللي هلا موضه، موضه الدانتيل مع البايت، هيدا هلا كثير الترند فور ذا سيزون. فنحن دائما بنلحق الاشياء الموضه. بتلحق الموضه ولا لا بتفضلي انه تروحي للي انت بتحبي انه تشتغلي فيه او اللي عم ينطلب مني؟ بنلحق الشيء الموجود هو الموضه، بس يعني بالستيل تبعنا، بالتاتش تبعتنا. اوكي وهون كمان شفنا يمكن نفس الفلاورز اللي حطيناه هون على التيشيرت. في لاين جديد كمان بدنا نحكي عنه، هو العبايه ستايل. في عملنا هيك لنلائم ال مبينه على الكاميرا هيك. اوكي بلشنا بهيدا الستايل، في منه على طويل، في منه على طويل، يعني خاصة للمرأة الشرقية اللي بتحب هالاشياء. ان شاء الله كمان يحبوه السنة، هذا لاين جديد لنا ان شاء الله. اوكي والقماشة كثير حلوة صيفية وبتضل لينن اللي هلا بارد وحلو على الصيف. في عندنا كمان هون في اشياء مدرسي كثير، لانه صراحه كل قطعه هي اي يعني هي فيك تحضري فيها سهره، عرس، مور شيك يعني لبالليل اكثر. وعم نشوف انه اكسسوارز صغيره عم بتضيف لهم للقطع. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. رح نكفي اكيد الحديث على التيبل مع نانسي. بس قديش بتتفقوا قديش بتتشارعوا مرات انتوا عم تشتغلوا؟ بالعكس بالعكس بالعكس. قديش في اخذ وعطى؟ لا بالعكس، يعني نحن انه نعطي افكار لبعضنا، بنكمل بعضنا. بالعكس يعني ابدا ابدا ما بنختلف. رولا خلينا نرجع نذكر كمان امتى رح يكون المعرض؟ 18 ماي ل 21 21 18 ل 21 من اي ساعه لاي ساعه وين؟ 3 بعد الظهر لل 10 بالليل. طب رولا هل عم بتواجه منافسه مثلا؟ بتعرفي هلا في كثير ديزاينرز وفي كثير كمان اكسسوري ديزاينرز، كيف بتتميزي؟ كيف هل بتلاحقي الكومبيتيشن؟ شوفي شو بيعملوا. هلا بصراحه كل حدا عنده ستايله، والكومبيتيشن الثقيل فيها هو لما ببلشوا يقلدوا. هيدا التقليد مش حلو. صح. انا بحمي حالي
بيمكن بسجل ديزايناتي وهيدي الطريقه اللي بحمي حالي فيها، بس بضل في ناس بقلده لانه وهيدا الثقيل انه شوي لازم يكون عنده تعبي على الفكره ايه وعلى التصميم يجي حدا هيك اكزاكتلي. فانا صراحه ما بتطلع كثير على الكومبيتيشن شو عم تعمل، لان انا حاسه حالي صرت كومبليتلي عم بزيح عن بعيدة عن اليوجوال، انه مش انه خاتم او اسواره عادي، انه عم بشتغل عليه. يعني مثلا كل قطعه يمكن بتاخذ معي عن جد 3 ايام تفكر كيف بدي اطلع، كيف بتخلقيها للفكره. ثانك يو رولا لحضورك معنا، كل التوفيق لكم بهالمعرض كمان. ثانك يو جوانا وثانك يو ديالا، وبنشوفكم قريبا جدا. ثانك يو. مشاهدينا كنت حاول فاصل، بعد بدي كفي فاصل ونواصل. خلصت الحلقه، بنلاقيكم بكره بحلقه جديده، كونوا كتار على الموعد وباي باي.